اللي قاب قوسين أو أدنى من درجة أدنى، ولكن التداول موجود والخطورة على مشارف منطقة الجزاء للرائد. محاولة تجهيز صافرة، ركلة جزاء أولى في هذا اللقاء وفي دقيقة مبكرة، الدقيقة الأولى وثلاثين ثانية تشهد ركلة جزاء لفريق الرائد وصافرة من الحنفوش. لا 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 لا، خليك من شكري. بالمناسبة شكري تتكلم عن أكثر حكم ساحة لنادي معين، حكم أيضا لهجر سبع مباريات، ولكن شكري أيضا أكثر حكم أبرز البطاقات المنولة ب53 بطاقة، منها أربع بطاقات حمراء مباشرة. إذا حكم حازم، حكم صارم، يحضر بصافرة أولى. ولنترك الحكم لك عزيزي المشاهد. هنا المحاولة هنا والارتقاء العالي وأيضا الاحتكاك، يبدو أن أيضا في مرفق وفي أيضا ركلة جزاء أولى للرائد. هل يفعلها رائد التحدي؟ والكرة الأولى عند البرازيلي الأرميني. لم نذكر تشكيلة أيضا الرائد حتى الآن، ولكن شوف الصربي ألكسندر أليتش، وأيضا لدينا ماركوس بيزالي. ركلة جزاء وأيضا مزيد فريح بتوجيهات هنا، وصافرة منتظرة، وضربة الجزاء هنا للرائد في الدقيقة 2. هل يفرح الرايداويين؟ البرازيلي الأرميني ماركوس ومزيد فريح، فرحة أولى للرائد، فرحة أولى لزعيم القصيم، فرحة أولى لأحمر بريدة في ظل هذا الحضور الجماهيري الممتاز. حسب هذا الطاقم، أكثر طاقم حكام يقود مباريات، أربع مباريات. هدف ثاني، هدف ثاني، جول ثاني للرائد، وجول ثاني لأحمر بريدة. عيدة يا مخرجنا، عيدة. نتكلم عن طاقم الحكام، ولكن شوف طاقم الرائد اليوم يسجل هدفين اثنين وقبل مضي نصف ساعة لعب في ظل هذا الحضور الجماهيري الكبير. زعيم القصيم يسجل ثاني الأهداف عن طريق صالح الشيري، أول لاعب محترف سعودي يسجل في دوري أوروبي، يحضر هنا مع رائد التحدي ويسجل ثاني الأهداف. لا 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 لا، لا. خالد البروني أبدا مو على بعضه، ولقطة هنا أيضا على ناصر الهويدي، ولكن شوف الكنترول الأجمل واللقطة الأروع كانت من صالح الشيري، الكنترول بالصدر، ترويض كرة تسديد يسارية ريداوية. ثاني أهداف الرائد في مرمى السماوي، اثنين حلوين. بقى 50,000 ريال، إذا الصربي حتى الآن بامتياز يرسم خارطة البقاء. تشوف الهدف الثالث قريب جدا، محاولة بنجورة جاهزة، جول جول جول، خلصها سلطان، خلصها السوادي، خلصها لرائد التحدي. ثلاثية ريداوية في مرمى السماوي، ثلاثة أهداف بالتناوب سجلها البرازيلي ماركوس والشيري صالح. الآن سلطان السوادي يختتم الثلاثية الريداوية في شباك مزيد فريح، والنتيجة تزيد لثلاثة لاثنين. التحدي له رجال وله عزايم، رائد لاجل فعل يعرف طريقه، لنكسر من ضيق وبانت له غنايم، ياخذ اللي هو يبي. لو نش فريقه القصيم وزعيم القصيم وهب نسناس النسايم، من حماره في بياضه من بريقه شامخ، ما هزت قسوه هزايم لا بغى يرجع. كره لسلطان على يسار مزيد، كره للباطل راسيه، يا سلام يا سلام يا سلام السلام يا سلام، وصباح جدوع. البديل الآن يسجل أول أهداف في الباطل. لا 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 لا، المباراة اشتدت والمباراة ولعت في ظل بقاء 6 دقائق فقط. الباطن يعود كما كنت، الباطن والآخر قريب أيضا إذا ما سجل الهدف الثاني. الله 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 الله، كل في دوري عبد اللطيف جميل،
مع بقاء الباطن ايضا لموسم سادس في دوري المظالم. خطأ على مشارف منطقة الجزاء، ان لم تكن ركلة جزاء وبطاقة صفراء. وخلينا نشوف ايش احتسبها، يبدو انها داخل منطقة الجزاء والكرة فيها ركلة جزاء ثانية. خلينا نتابع. اذا خلاص الف 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 مبروك. اذا ما ايضا بالفعل احتسبت، خلاص هي 94 دقيقة انقضت والمحاولة. لا ركلة جزاء 100% للرايداوية، والف الف الف مبروك لرائد التحدي هذا البقاء وحظ اوفر. هل يزيد التسجيل في مرمى مزيد فريح؟ بنجورة خلاص. اسماعيل يضيف الرباعية الرايداوية، اذا الرائد رسميا في دوري عبد اللطيف جميل، والاخر الباطن رسميا في دوري الدرجة الاولى. الف مبروك.